بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع المجالات، نستغرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى معرفة مركز طول ونصف قطرة مجال دون حذف. ركز، أحسن طريقة لاسترجاع القوانين هي رسم دائرة. ركز معايا، ها دائرة مركزها سي سي، نصف قطرها ار ار، وقطرها ماذا يساوي؟ يساوي ال، بمعنى البعد من هنا لهنا هنا هذا ماذا يساوي؟ يساوي ال. ركز شوف، هاي هنا عندنا مع المساهم من سجنس، ها هو الصفر تاعنا، هذا هو الصفر تاعنا، داكور. هاي الاشياء تلوحظ، ركز معايا هنا، كون يعود عندنا مجال ا بي، ركز معايا مليح، ها او ا وهذا بي، ها بي. ها يا جماعة، كون نقول لك استخرج، استخرج مركز، ها مركز المجال اللي هو سي، وطوله اللي هو ال، ونصف قطره ماذا يساوي؟ ار. مركز المجال يا جماعة هو مركز الدائرة، هذيك كرسم دائرة ما تحفظليش، ونصف قطر المجال هو نصف قطر الدائرة، والطول تاع المجال هو القطر تاع الدائرة. تشوف بعينك صراحة. دوك نزيد نعاونك هنا بالأرقام، نعاونك بالأرقام. مثلا هذا واحد، هنا اثنين، هذا مثلا ثلاثة، هذا مثال فقط، أربعة، هنا مثلا خمسة. يعني الأ تاعنا هنا مثلا تساوي واحد، والبي تاعنا واش تساوي؟ خمسة. دوك السؤال، هاي يا جماعة المركز، هاي هنا المجال تاعنا، المجال هو واش؟ ا بي، ا بي هادي كمعطيات، بدلنا ا واش تاني؟ والبي. الا كمثال فقط، كمثال فقط، قلنا احنا الا تاعنا بمثابة واحد في المثال هذا، والبي تاعنا بمثابة خمسة، صح؟ هادي معطيات. هيا استخرج المركز، مركز المجال، المركز نرمزو له باب سي، سي لو سونتر. هيا سي هنا جماعة، سي وش يساوي؟ خير سي خي منتصف القطعة هذه، مثلا نقولو أبي منتصف قطعة قرصوها في كاطريا مالي، القانون تاعها وش يساوي؟ المجموع على اثنين، ولكن نسيت عليها. نطرح لك سؤال بصيغة أخرى. دوكا انت المركز تاع سي في المثال تاعنا هو ثلاثة، ما العلاقة ما بين واحد وخمسة؟ به النتيجة نلقاوها ثلاثة، واش تقول لي انت؟ تقول لي واحد كون نزيدو له خمسة النتيجة تجي ستة، ونقسموها على اثنين، ستة على اثنين كم تساوي؟ ثلاثة. تسمى بلحفاظة، يعني السي كيفاش قريتو في الكاطريا ماني، المجموع على اثنين، خلينا نقولو منتصف قطعة، هنا إحداثياتي منتصف قطعة أبي هي إكس أ زائد إكس بي على اثنين، المجموع على اثنين باختصار شديد، المجموع على اثنين، بمعنى نقولو أ زيد بي على واش؟ على اثنين. هذا النظري. كتطبيق عددي، كتطبيق عددي، حنا قلنا المجال تاعنا، المجال تاعنا هذا هو بمثابة واحد خمسة، بمثابة واحد خمسة، بمعنى الأ واحد والبي تاعنا واش تساوي؟ تساوي خمسة، لا علينا. إذا هنا كتطبيق عددي، يمكن القول واحد زيد خمسة تقسيم اثنين بدل تساوي ستة على اثنين واش تساوي؟ ثلاثة. هاكا تشوف بعينك، هاي ثلاثة، هاي صح وش ثلاثة. روح هذينا فاهمينها، تسمى المركز تاع المجال هو المجموع على اثنين، المجموع على اثنين، سي بون. روح طوله، الطول، الطول تاع المجال نرمزو له ال، طول لا لونغور ال، ال جمع اخي هو هذا، هذا اللي بالازرق. هاي واش علاقة الال بالخمسة والواحد؟ بالخمسة والواحد، هاي واش نقول هنا؟ كي تجي تحسب انت الطول، عندي تدريجات اثنين ثلاثة أربعة، الربعة هو نتيجته هنا في المثال ربعة، واش علاقة الربعة بالخمسة والواحد؟ خي تقول لي الفرق، هنا جماعة كنحسبو الطول، خي ديما نقول الفرق، نقولو كبير ها ونقصو الصغير، هنا من صفر حتى الخمسة خمسة، ومن صفر حتى الواحد تسمى واحد، تسمى البعد المسافة هذه تنقص لها هذه، قداش تلقى النتيجة؟ تلقى أربعة، وهذا ما كان، الطول هو الفرق بمثابة الفرق، إذا ال ماذا يساوي؟ الكبير ناقص الصغير، بي ناقص الثاني ناقص الاول. كتطبيق عددي في المثال زعما،
عندي 5 ناقص 1 5 ناقص 1 ماذا تساوي؟ تساوي 4 تساوي 4 مفهومة هذه. ها أخيرا نصف القطرة، نصف القطرة هنا كان مزروع مزروع R، نصف القطرة جمع هو القطرة على سنين، القطرة قسمها سنين. إذن هنا R ماذا يساوي؟ يساوي R على 2. L على 2 وش يساوي؟ دلالة B و A، دلالة B و A نقول B ناقص A على 2. هنا ال R جمع يساوي الفرق على 2، R يساوي الفرق على 2 عكس المركز، المركز قلنا المجموع، مجموع على 2. سمعك تثبت المعلومات تاعك. هيا كاش التطبيق العددي واش قلنا؟ ها ب ناقص ا على 2 بمعنى 5 ناقص 1 على 2 4 على 2 النتيجه ماذا تساوي؟ 2. وصح كاينه منها. هنا الفرق تاعنا قد فيه تدريجه، الاس تاعنا عفوا قد فيه تدريجه، تدريجتين فيه تدريجتين صافي. بمعنى هاي ثبت المعلومات سي وش يساوي؟ المجموع على 2 خطوط العريضه فقط. الال وش يساوي؟ الفرق. ونصف القطر وش يساوي؟ يساوي الفرق على 2. يعني هنا المركز تبدو المعلومات هكا، هو المجموع على 2 وكان بالك ا زائد ب على 2، مجموع على 2 تبدوهم هكا. الال تاعي واش يساوي؟ يساوي الفرق. وكان بالك واش معناتها الفرق؟ الفرق بعد سهل كبير ناقص صغير باسكو طول. وهنا الال تاعنا واش هو؟ هو الفرق على 2. هذا واش يهمني في التمارين في فروض الاختبارات، بلات واش تغلط لي في العلاقات. وانا ما قلتلكش احفظ وك ما تسمعش مني كلمه صح، ما كانش احفظها، كلشي تفهم صح. نزيدك معلومه، كيف نستخرج من نفس الرسم، من نفس الرسم المسافه، المسافه والقيمه المطلقه، المسافه والقيمه المطلقه دون حفظ. المسافه والقيمه المطلقه ثاني كيف دون حفظ بلا حفظ، يعني كفهم جيد صح. المسافة جمع، شوف معايا ما هي المسافة. شوف نقول لك هنا عندي هنا نقطة إكس، ها إكس نسمي القطعة هذه اللي بالأحمر هكا، هاك ركز هذه القطعة اللي بالأحمر خي هي R، وأنت تعين فاصلة معينة. مثلا هنا نقول أنا النقطة تاعي هذه واش نرمزولها؟ نرمزولها إكس هكا فاصلة معينة. واش رايك المسافة ما بين سي والإكس، ما بين سي و إكس ها، هل يمكن أنت فوق الآر كي تعود أنت النقطة تاعك إكس هنا داخل القطعة هاك؟ أي نقطة خير النقطة، أي نقطة من هادو. المسافة ما بين الإكس والسي، ما بين الإكس والسي تكون يا أقل يا تساوي آر، يعني أقصى حد صحة تقدر تدي آر كي تعود النقطة هنا ها، وأدنى حد صحة كي تعود تنطلق على السي تسمى تساوي صفر. يعني المسافة ما بين، المسافة ما بين إكس و سي ستكون أقل أو تساوي R. نكتبها الكتابة ونعبر عليها بالرياضيات. المسافة، لاحظ من خلال الرسم السابق أن المسافة بين إكس و سي تكون أقل أو تساوي ماذا؟ نصف القطر، نصف القطر اللي هو واش؟ R. ونكتب ماذا نكتب؟ هنا هكا نعبر عليها المسافة، لا ديستونس دي هكا دي ما بين واش وواش؟ ما بين الإكس فاصلة منقطة سي، ما بين إكس وسي أقل أو تساوي ماذا؟ R. أقل أو تساوي R، مانيش عارف دايما نسيت شوية على الرسم، أنا أكثر حاجة تهمني هنايا الرسم، إذا ما كنت حفظت لي حتى حاجة. المسافة ما بين إكس وسي أقل تساوي R، ألقى تشوف بعينك. هذه العبارة جمع الكتابة هذه راهي مكافئة، هذه الكتابة راهي مكافئة لي. دوك أنت هنا كي تقول المسافة تسمى قصدك هكا طول، الطول هذه نقدروا نعبروا عليها به بقيمة مطلقة، القيمة المطلقة جمع هنا نرمزوها بعريضتين وتمثل لنا ديما المقدار، المقدار تاعنا زي ما يكون دوما موجب. هنا واش نقول؟ قيمة مطلقة هكا ما بين إكس، إكس ناقص سي، هادي كي تقول نسايا كي تقول الفرق وتحط له قيمة مطلقة يوقع لك طول. هنا كي تقول إكس ناقص سي تسمى قالت قيس المسافة، ها كي تقول إكس ناقص سي، إكس ناقص سي
انا كي تحط قيمه مطلقه باه نعبروا على الطول فقط، على الطول، الطول يكون اقل يساوي ار، تسمى الكثافه هذه دي اكس سي، دي اكس سي اقل يساوي ار، اي هي بعد هذه. هنا بصح لازم الا كان هنا كتبت لي سي، هنا لازم تكتب لي ناقص سي. انا كاع تشوف بعين كي دير الفرق، تسمى كتقرا لي البعد هذا، الطول هذا هاك من هنا حتى لهنا. بصح كي تقول بلغه المسافه، تقول المسافه ما بين النقطه هذه وهذه، ما كان لا تحط لي ناقص. تسمى هنايا في القيمه المطلقه ندير الفرق. اذا قيمه مطلقه سي اكس ناقص سي اقل او تساوي ماذا؟ ار. القيمه المطلقه ودوك نشرحوها بها، هي ثاني ما تحفظش، نديها لك من الزيرو، من الزيرو حتى توصل لاعلى مستوى. اذا ها الكتابه جمعت المسافه، وها الكتابه زواج تاع القيمه المطلقه. دوكا واش راح ندير انا بالمعلومات هادو؟ دوك نقول لكم كيفاه يطيح لكم الاسئله في الاختبارات وكيفاه تجاوب. صح، شوف معايا هاي. هايا مثلا شو يقول لك في هاو اختبار، اختبار يمدو لكم جدول، يمدو لكم جدول ويطلب منك تملا الفراغات. يعني السؤال مطروح يقول لك اتمم الجدول التالي. ها اتمم الجدول التالي. ها واش يمدو لنا؟ يمدو لكم جدول كيما هذا. هذا جمع اختبار جميع الثانويات دون استثناء. صح، هنا واش يبدو لنا؟ الخانة هذه تاع الحصر، هكا الخانة هذه تاع الحصر، وهنا المجال، وهنا يبدو لنا المسافة، وهنا أنا يبدو لنا القيمة المطلقة. نديكم هنا أربع أسئلة، ركز معايا. في السطر الاول يقدر يمد لك حصر، حصر مقام مثالي في السلسله تاعي. انا بديت لكم اكس محصوره ما بين 1 و5، هنا كيصعبوا لكم يمدوا لكم قصور، هنا باش تدي شويه الوقت في الحساب. في السطر الثاني هنا يقول لك املئ الفراغات هذو، يعني هنا حول الحصر هذا لكثافه المجال، كثافه المسافه، وكثافه القيمه المطلقه. صح، يعني الحصر راك مطالب باش تكسب، باش تكسب لنا هكا. ها شوف لها باجي الخدمة مسخونة. الحصر بمعنى قالك اكتب لي العبارة على شكل اكس ها محصورة ما بين ا و بي هاك. كيقول لك المجال معناتها تكتبها هكا اكس تنتمي الى المجال ا بي، كي تعود كاتب لي المساواة ثاني نغلقها، كي تعود ما تكتبهاش نفسح. المسافة يعني قالك هضر معايا باللغة هذه، دي اكس فاصلة سي اقل تساوي ار، اقل تساوي ار، سي اللي كنا نهضرو عليه بلا المركز، والار هو نصف القطر. القيمة المطلقة سي بتعكس، تسمى قيمة مطلقة سي اكس ناقص سي اقل تساوي ماذا؟ ار. خلاص هذا ما كان، دوك نتعرفو على الطريقة. اوكي، في السطر الثاني، السطر الثاني راح نديك مجال، نقول لك اكس ينتمي الى المجال ماذا؟ 2 10. ها دين عشرة. في السطر الثالث، السطر الثالث دوكا راح نمدلك، نمدلك المسافة. نقول لك المسافة ما بين اكس ها اكس و اكس و 3 اقل تساوي ماذا؟ 1 هاك، وتملأ الفراغ هذو. ختاما نمدلك قيمة مطلقة، قيمة مطلقة ها تا اكس ناقص 10 اقل تساوي ماذا؟ اقل تساوي 2، اقل تساوي 2، ويطلب منك ان تملا الفراغات. ما العمل؟ طريقه جامعه نهاي. ركز معايا تشوف، ركز معايا مليح نهاي. هايا في السطر الاولى، السطر الاول هايا كاين كيما هذه الخانه، نقدر نجاوب عليها مباشره باسكو قريناها. الحصر هذا قريناه خي في المجالات، في الدرس الاول تاع المجالات.
هذاك فانكس واحد على شكل مجال، تقول اكس ينسمي الى مجال واحده خمسه مغلقه على الجهتين، هاك مغلقه على الجهتين صاي. دوكا كفا نلقى المسافه وكفا نلقى القيمه المطلقه. نسمي نسلك كتابه المسافه، او يجب حساب سي واش و ار. تحسب سي و ار، سي يا جماعه عطينا من الاخر ساعه، واش هو السي المجموع على اثنين، والار واش هو الفرق على اثنين. سي المجموع على اثنين، ار هو الفرق على اثنين. كي تلقى لي سي و ار خلصت، خلاص ساهله. دوكا في في السطر الاول عندنا الا تاعنا، الا تاعنا واش يساوي واحد، والبي تاعنا والبي وبي واش يساوي لنا خمسه، يساوي خمسه. ها المجال تاعنا هذا هو الا وهذا هو البي، هذا هو البي. هاي واش تقول لي هنا؟ قال سي واش يساوي لي ا زائد بي على اثنين، واحد زائد خمسة على اثنين تساوي ستة على اثنين، النتيجة بدها تساوي ثلاثة. والآن واش يساوي الفرق على اثنين بصح كبير ناقص صغير؟ بي ناقص ا على اثنين، بي ناقص ا على اثنين ماذا تساوي؟ ها خمسة ناقص واحد على اثنين، أربعة على اثنين، النتيجة بدها تساوي اثنين. سما سي تاعنا واش يساوي ثلاثة، والار تاعنا واش يساوي اثنين. ها نكتبها لك، سي يساوي ثلاثة و ار يساوي اثنين. خلاص اذا كتابة المسافة كيف تكتب؟ دي اكس بسع المسافة، دي اكس فاصلة قوس اقل او يساوي، ديما اكتبها هكا. هات السي تاعك، السي تاعي ها اكتبو هنا كيما راهو ثلاثة، ار تاعي ها هو اكتبو هنا اثنين. وكتب تاق الكتابة تاع القيمة المطلقة، حذاري في القيمة المطلقة كاع تشوف بعينك. أو السي يعكس هنا مكتوب سي، لكن هنا مكتوبة ثلاثة، هنا ناقص ثلاثة، كنت عود هنا ناقص ثلاثة، هنا كتبها زائد ثلاثة، تولى تتكلم. إذا هنا المسافة ما بين إكس ناقص ثلاثة أقل أو تساوي ماذا؟ اثنين. خلاص هادي روح كتبها في السطر الأول. هاي هاي روح واش نقول هنا؟ الحمد لله. المسافة ما بين إكس ها و ثلاثة أقل أو تساوي ماذا؟ اثنين. وهنا واش نكتب؟ قيمة مطلقة إكس ناقص ثلاثة أقل أو تساوي ماذا؟ اثنين. سي بون. السطر الثاني هاي الحمد لله. هنا الأ تاعنا جمع واش تساوي اثنين، والبي تاعنا واش تساوي عشرة. هنا إكس تاعنا إكس هنا محصورة ما بين اثنين وما بين عشرة، ما بين اثنين وعشرة. سما الأ تاعي الأ واش تساوي؟ تساوي واحد، والبي واش تساوي لنا؟ خمسة، تساوي عشرة عفوا، الأ اثنين عفوا، والبي ماذا تساوي؟ عشرة. هاي احسب لي سي والار، سي واش يساوي ا زائد بي على اثنين، اثنين زائد عشرة على اثنين، اثنا عشر قسمة اثنين، النتيجة ماذا تساوي؟ ستة. و ار واش يساوي؟ بي ناقص ا على اثنين، عشرة ناقص اثنين على اثنين، ثمانية قسمة اثنين، النتيجة ماذا تساوي؟ أربعة. إذا المسافة، المسافة هاك تكتب ما بين إكس فاصلة سي، وش هي السي تاعنا؟ سي تا أقل تساوي إر، ماذا يساوي؟ أربعة. القيمة المطلقة كيف تكتب؟ القيمة المطلقة تاع إكس ناقص سي، سي تاعنا ستة أقل تساوي إر، إر تاعنا واش تساوي؟ أربعة. سي بون، هيا هذا عاود تكتبها من هنا. إذا المسافة ما بين إكس فاصلة ها ستة أقل تساوي ماذا؟ أربعة. وهنا واش نكتب؟ قيمة مطلقة تاع إكس ناقص ستة أقل تساوي أربعة. نورمالمون والله أعلم السطرين هادو راهم مفهومين. دركا كوني مدي مسألة عكسية، كوني مدي مسألة عكسية، دركا مد لي سي و الآر، تسمى هاي سي تاعي تساوي ثلاثة، والآر تاعي تساوي واحد، شكون لي يقول لي كيفاه نلقى؟ كيفاه نلقى؟ ما هي طريقة إيجاد؟ ما هي طريقة إيجاد؟ ها أ و بي. هنا دونا في المعطيات كيفاه جيد مد لي أ بي بالقوانين الزوج هذوك، استخرجنا السي و الار، لقينا المسافة القيمة المطلقة، خلاص فهمناها هذي. بصح كون يمد لك العكس، كون يقول لك ها نمد لك انا السي ونمد لك ار، دوكا انت اللي تخرج لي ا بي من العمل. هذا جمع كاين طريقتين، كاين طريقتين تقدر تحل الجملة بصح طويلة بزاف هكا،
دونك طول بزاف الحل. سما بديت تقسم، بديت قاد تخدم بهذه بعدا، سما تحل الجمله برك. سما تقول هكا ا زائد بي تساوي 2 سي، بي ناقص ا يساوي 2 ار، 2 ار تحل الجمله وتلقى ا بي تاعك. بصح طويله، نعطيك انا الطريقه المخيره، تبع ما تطولش في الحل. هاي نزيدك معلومه صغيره، ها تذكر كنقول لك هكا، قيمه مطلقه لـ x، شوف معايا قيمه مطلقه لـ x هذه اقل او تساوي r. ما معناه قيمه مطلقه لـ x اقل او تساوي r؟ هذا معناه x محصور، كيف هذه ترجحها انت، كيف ترجحها حصر يعني، x محصور ما بين الرقم والمعاكس تاعو، x محصور ما بين r وناقص r، ناقص r صح. كيفاه من هذه، كيفاه من هذه، هكا مثلا نعطي مثال خير، اعطيني مثال. مثلا نقول لك قيمه مطلقه ل اكس اقل او تساوي 3، واش معناها؟ معناها اكس محصوره ما بين ناقص 3 و 3 وصاي. هاي هذه بها مثال سي بون، فهمنا. كنقول قيمه مطلقه للقوس اضرب لغز القوس نورمال. دوكا انت حاب ترجع هذه تحولها الى مجال، هي حولها كخير، واش تقول درك انت؟ كنقول لك قيمة مطلقة تاع قوس، قول لي انت قيمة مطلقة تاع قوس اقل او تساوي ار. هنايا واش كاين داخل القوس؟ ما يهمش اقراها شغل اي اكس، هضر معايا بلغة القوس واش تقول لي. معناها شوف كوبي على هذه، معناها القوس تاعنا محصورة ما بين ناقص ار وزيد ار و ار. واش حاب نكتب انا داخل القوس؟ حاب نكتب هنا اكس ناقص سي، اكس ناقص سي، اكتب هنا ثاني اكس ناقص سي. دوكا تخلص لي من ناقص سي، تخلص لي من ناقص سي، واش تقول لي؟ تقول لي نضيف سي لجميع الاطراف، كي نزيدو سي الاطراف بكل، ها واش راح نلقى؟ سي تزيدها هنا وتزيدها هنا وتزيدها هنا، اذا نجد سي ناقص ار اقل تساوي اكس اقل تساوي ماذا؟ سي زائد ار. ها القاعدة جمع اللي تخدمو بها، شوف معايا. دوكا انت لو كان عندك هذي تبدلها، ترجعها حصر، ترجعها كيما الاولى هي. واش دير؟ كي تمد لي سي وتمد لي ار، واش معناتها بان لك الحصر تاع اكس مباشرة؟ دير في حسابك بلي اكس محصور ما بين واش ما بين الفرق، هذا واش نقولو له، تبس معلوماتك، اكس محصور ما بين الفرق و ماذا؟ والمجموع. سما هذي سهل، هذي سهل، والمجموع اكس محصور ما بين الفرق والمجموع، اكس محصور ما بين سي ناقص ار سي زائد ار، سي بون. ها راح نطفوها، ها راح نطفوها. اوكي هاي دوكا في الحالة الثالثة، واش هو السي تاعك؟ السي يا جماعة نخرجوه منا، مش منا، منا يتقرا معكوس يخرج منا. هاي المسافة ما بين اكس و 3 تساوي واش؟ اقل تساوي 1. تسمى السي تاعك انت هنا، السي تاعنا واش يساوي؟ يساوي 3، والار تاعنا واش يساوي؟ الواحد. هايا واش نقول هنا؟ هذه تقدر تجاوب عليها طول، تقول هذه نرجعها قيمة مطلقة، هذه سهلة، قيمة مطلقة اكس ناقص 3 اقل او تساوي 1، الصعوبة في هذه. هايا يا جماعة كيفاه نكتبو الحصر؟ خي اكس هنا، ها اكس هنا محصورة ما بين سي ناقص ار سي زين ار، فلات. هايا سي ناقص ار حسب معايا 3 ناقص 1 كم تساوي؟ كم تساوي؟ 2، و 3 زائد 1 كم تساوي؟ 4. خلاص خلصت، اكس محصورة ما بين 2 و 4، ارجحها مجال، ارجحها مجال. واش نقول هنا؟ سما اكس هنا ينتمي الى المجال 2 4 4، سما هذه سهل من هذه. روح هضرنا على هذه، هاي الطريقة المماثلة. هنايا اكتب ساعة المسافة، هذه المسافة ما بين اكس وشو سيسك، هذا ناقص 10، أمجرم يكونوا كيف كيف هذا وهذا، لكن هذا ناقص هذا زيد، لكن هذا زيد هذا يجي ناقص، هاي 10 أقل تساوي ماذا؟ 2. سما السي تاعنا جماعة اللي داخل القوس، اللي داخل القوس هو السي، هاو السي، اللي خارج القوس اللي برا يعني ار، اللي برا هو ار، واللي داخل القوس هو سي، أتونسيون، وتعود تخلطهم. هايا سي ناقص ار، الفرق هو اللي جاي على اليسرى والمجموع يجي على اليمنى،
إذا هنا كيف كيف واش نقول x محصورة ما بين c ناقص r و c زائد r c زائد r سي بون ها واش نكتب هنا إذا x هنا محصورة ما بين 10 ناقص 2 كم تساوي 8 10 زائد 2 كم تساوي 12 ها نكتب على شكل المجال x تنتمي إلى المجال ماذا 8 ها 12 12 سي بون سي بون شوفوا يا جماعه كخلاصه فقط هروح نقراو الجدول من اليمين ومن بعد نزيدو نعاود نقراوه من اليسار باش تعلم مليح دوك هنا واش مدولنا مدولنا ا و ب شوف معايا مدولنا ا و ب المجموع على 2 1 و 5 6 على 2 كم تساوي 3 هاي 3 ساك هاي 3 دير الفرق على 2 5 ناقص 1 4 على 2 كم تساوي تساوي 2 ها الار ساك سي بون هروح شوف قراها باليسار اليمين قرا العكس شوف تاعها خلينا نقولوا اكس محصور ما بين فرق مجموع فرق مجموع 3 ناقص 2 كم تساوي 1 ها هو 1 ساك 3 زائد 2 كم تساوي 5 ها هي 5 ساك روح فهم لي صادق كافي هذا ها هي اجمع 2 زائد 10 12 قسمة 2 كم تساوي 6 ها هي 6 ها هي كي نقول 10 ناقص 2 كم تساوي 8 على 2 كم تساوي 4 روح اقراها تشوف من اليسار اليمين 6 ناقص 4 كم تساوي 2 6 زائد 4 كم تساوي 10 خلص ساين هاي هاي 2 زائد 4 كم تساوي 6 على 2 كم تساوي 3 صحيحة وعندي الفرق 4 ناقص 2 كم تساوي 2 على 2 1 صحيح اقراها دوكا من اليسار اليمين 3 ناقص 1 2 3 زائد 1 4 اكمل زيد كمل عندنا هذه وخلاصي واش عندنا 8 زائد 12 كم تساوي 20 على 2 كم تساوي تساوي 10 هاي السي تاعك الفرق دوكا على 2 12 ناقص 8 كم تساوي 4 4 على 2 كم تساوي 2 صحيحة هاي القراءة من اليسار دوك اليمين 10 ناقص 2 كم تساوي 8 10 زائد 2 كم تساوي 12 هاك صحيح الجدول تاعك بكل صحيح واضحة جماعة كتبتوا المعلومات في النموذج ديال الاختبار نحط لكم نموذج فيه شويه القصور وفيه لي بياج نلتقي الحصه القادمه في امل الله السلام عليكم ورحمه الله